بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. سارعوا، شوفوا أمر إلهي ونصيحة إلهية. من الأفضل لك يا إنسان، خاصة أنت عبرت عن إيمانك، أعلنت إسلامك لله وتتوق إلى درس الإحسان، أنت الأولى من غيرك أن تسرع في ميدان المغفرة. Tu implores Dieu pour qu'il te pardonne tout ce que tu as forfait, commis précédemment. هكذا الله يخاطبنا وخطابه فيه رحمة، ولو حذرك من سوء المغبة فهو فيه رحمة. التعذير هذاك، شوف ربي ملطف حتى في ميدان المعاصي، دي فورفي دو سينز اون انجلي، يعني ربي ما يأيسكش من رحمتي، لأنه دائما يبعث الأمل فيك اللي حتى شيء ما انتهى، ما دابك من واعي، ما دابك عندك إرادية خيرة، ما عليك أن تسرع بالتوبة. شوف مولاك قداش يسألك طريق الخلاص من الإجرام اللي انت فيه، والظلم والانجستيس اللي انت فيها، و و و والجرم 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 والجرم، وقالك مسلم تتغرق الإجرام بكل ألوان، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، اللي كل كما الإجرامات وكل انتحات نحو الفساد، هذه الأمة ستقترفه، ولكن ليست بأمة الإسلام. وقتلي حديث آخر يقول اليهود افترقوا إلى 71 فرقة، وانصار بإجرام في موضوع الكذب على الله لي واحد من الثلاثة إلى 72 فرقة، ونراهم فرق كلها تخوض حربا شعواء من يوم أن أساءوا الأدب مع الرحمن. وجي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يختم لي الأمة هذه مش تفترق 73 فرقة، يعني مش يموتوا. الوقاعة والجهل متاع من يدعون الإسلام، فاتت وقاعة بني صهيون والكنائس بكل أنواعها، قلوا كلها في النار، باش تعرف يلزمك تكون على علم بما حذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام، رحمة بهذه الأمة وخوفا عليها من الضياع في الدنيا والآخرة. هاي ضايع في الدنيا، شوف اللي باش يزرع، كل ما كان عندهم معناها تهز ودقدق ومشد جث إلى البحر، وكلاب السودان نفس الشيء يدقدقوا بعضهم، قال كذا جيش والآخر كذا كذا، وخربوا البلاد. هنا نرجع قليلا إلى الوراء، كيفاش الشعب وقت اللي انتبه وراء لا يمكن أن يكون للجيش من هذا النوع نصيب من السياسة، كان عملوا معهم الحيل باش أسكتوهم، وعدوهم بعود كاذبة، وهم السودان والمسلم. وهذا دليل اللي الشعوب حين يتعدى عليها من طرف الذين يكيدون، وهم الذين يكيدون ضد الأمة السودانية إن صح التعبير، هم بيدق في يد الصهاينة، وحنا ذكرنا هذا كم المرة. شو المغرب ماذا حدث؟ زلزلت الأرض زلزالها، لكن مش الزلزال يذكره الله في سورة الزلزلة، هذا زلزال بسيط. أما زلزال الأرض الكل شيء فيه الهول، فيه الهول والهول. والسلام عليكم يا من تريدون لأنفسكم السلام في دنياكم وأثناء حياتكم البرزقية وفي آخرتكم. نحن أهل القرآن، قمنا بواجبنا أن ننقذكم، لأنكم في سبات عميق لا تعلمون عن مصيركم شيئا، وتقولون ما لا تفعلون، وكبر مقتا عند الله أن تقولوا
ما لا تفعلون. والسلام.